ما يصحابي استاذ فادي استعجلوا شوي يلا بعد انقطاع دام لأكثر من 3 سنوات ها هي الحياة تعود مجددا إلى مدارسنا في منطقة الريف الشمالي بعودة الحياة إلى طلابنا وتقديمهم لامتحان النهائي لشهادة الثانوي العامة. والانقطاع الذي سبق كان سببه الحروب الدائرة في المنطقة ووجود تنظيم داعش في هذه المنطقة، لكن بعد طرد التنظيم من هذه المناطق تم افتتاح المدارس وتم تسجيل الطلاب، لكن الأعداد كانت قليلة نسبيا قياسا للأعوام السابقة بسبب هذا الانقطاع وهجرة الأهالي بسبب الظروف السابقة. Thank you.